قلت من على هذا المنبر وزعمت أن افتعال حرب أهلية في أي بلد عربي خاصة فيه تنوع ديني أيها الإخوة وملي عملية أسهل من السهولة، هكذا قلت على هذا المنبر ولا أزال أذكر هذا، عملية سهلة جداً، فقط حين يقرر المؤتمرون من يتآمر بنا في الداخل والخارج أن يخدحوا شرارة هذه الحرب الأهلية، ستنقدح وستحرق الأخضر واليابس. وهذا ما يحصل اليوم بسهولة بسهولة. تعرفوا لماذا؟ لأننا لسنا بشراً مستقلين، لم نتعود الاستقلال، لسنا بشراً حقيقيين، نحن آلات أشبه بآلات الضبط والتحكم والسيطرة على تمامه على أحسن وجهه معها وبها أيها الإخوة.